الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية، معكم الدكتورة أماني علي مدرس مساعد بقسم تمريض باطني وجراحي. إن شاء الله هنشرح مع بعض محاضرة فين بانكيتشر. أول حاجة هنعرفها definition. فين بانكيتشر means making a hole in the vein to obtain blood sample or to give intravenous medication. يعني اني بعمل اختراق للفين بواسطة النيدل، يا اما انا هدي medication او اني هسحب blood sample for lab investigation. الانديكيشن ليه بعمل فين بانكيتشر، زي ما قلنا ان انا باخد obtain blood sample for analysis or to provide an excellent route for quick administration of fluids or electrolytes or other nutrients and medications to give large amount of fluids. The best sites for vein puncture. طبعا عندنا الميديان كيوبيتال فين، في كيفاليك فين، بازيليك فين، دورسال ميتاكاربال فينز، والفود فينز. زي ما انتوا شايفين طبعا في الصورة الكيفاليك فين والبازيليك فين، ميديان كيوبيتال فين، وفي الميديان بازيليك فين. هنا في على الدورسال، في دورسال ميتاكاربال فينز. الفود فينز طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. الانديكيشن ليه بعمل فين بانكيتشر، زي ما قلنا ان انا باخد obtain blood sample for analysis or to provide an excellent route for quick administration of fluids or electrolytes or other nutrients and medications to give large amount of fluids. طيب the vein must be avoided. ايه هي الفينز اللي انا ابعد عنها؟ طبعا في اللي هو inflamed sclerotic fibrotic or thrombus veins، الفينز اللي بيكون فيه inflammation او بيكون فيه تليف التهاب او تليف، ده ببعد عنه. the patient complain of pain in the site. لو الفين اللي انا اخترته ده البيشنت حاسس فيه ببين، انا بأفويد تو ذيس فين. طبعا الفينز كلوز تو فوكي تو انفيكشن، لو في انفيكشن نير تو ذيس فين طبعا انا ببعد عن الفين ده. فينز كلوز تو بريوزنج اند فليبايتس، في ووند قريب من الفين ده طبعا انا برضو ببعد عنه. الفينز ان ادماتوس ليمز، طبعا انا لو الهاندز الارمز اور الليجز فيها اديما انا ببعد عن الليم اللي بيكون اديماتوز ده. the affected arm in mastectomy patients، طبعا في حالات الفيميل اللي بتكون عامله mastectomy عامله استئصال للثدي انا ببعد عن الارم بيكون near to mastectomy. كمان الارم اللي هو with fistula or shunt patients، هو بيعمل هيموداياليسيس او بيغسل كلى طبعا بيكون عنده فيستيولا ان هيز ارم او شنط، طبعا انا ببعد عن البيشنت او عن الارم ده. اريا اوف بريفس فين بانكيتشر، لو هو الفين ده حصل فيه فين بانكيتشر انا طبعا ببعد عنه. also اللي هو اليوزد فينز اللي كمان بيكون مستخدم او متركب زي ما قلنا في كانولا انا ببعد عن الفين ده. طيب
احنا عرفنا الكريتيريا اللي بختار بيها الفين، وعرفنا ازاي احسن او ازاي ان انا الفينز اللي ابعد عنها. عايز اعرف ازاي احسن الفين بروميننس او اكسس، ازاي اقدر ان انا احصل على البلاط اللي انا عايزاه، او ان انا اقدر اعمل فين باكتشر للفين ده بسهولة. طبعا اول حاجة احنا عارفينها ان احنا بنستخدم التورنيكي، لازم ان يكون في رباط بيضغط عشان يعمل لي فيلنج للفين والبلاط. ذا اذر ميثود ان انا اعمل اسك البيشنت تو اوبن ات ذا كلوز اوف هيز فيست، يبدا يقفل ويفتح ايده، ده طبعا بيعمل لي مور بروميننس فين. او اني اعمل لورنج للارم او اللب اللي انا هعمل فيه فين باكيتشر، اخليه بلو ذا هارت ليفل. كمان اني اعمل ميلكينج للفين ابورد، او استخدم الورم باك اللي هو الهيت، او نعمل لايت تابنج ضربة خفيفة كده، او ان انا بعمل بريجر على الفين نفسه، او البروسيجر معانا في ابو الفين بانكيتشر ان انا بعمل obtaining blood sample. definition of obtaining blood sample ده عبارة عن بانكيتشر of the vein to obtain blood sample for lab investigation، بعمل اختراق للفين علشان اخد عينة blood ابعتها للمعمل تتحلل. طب ليه بعمل obtaining blood sample؟ طبعا عشان انا ده بيساعدني ان انا بميك الدايجنوزس، بشخص البيشنت اللي عندي ده، او اتاكد من الدايجنوزس اللي الدكتور متوقع منه. كمان بعمل مونيتور بيشنت كونديشن، بتابع حاله البيشنت. خلاص انا شخصت البيشنت وببدا بشوف الكونديشن بتاعته، او اشوف كمان بروجريس اوف ذا دايجنوزس، التطور بتاع التشخيص اللي عنده. طبعا احنا كبروسيجر هنشوف البروسيجر ان شاء الله في الجزء العملي. نظر بروسيجر في المانكيتشر ان احنا نعمل انترافينس كانوليشن، او اني اركب كانولا للبيشن. طبعا انا بختار choose correct cannula size according to the patient. طيب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، كل كانولا ليها سايز معين بديفرنت كلر. اول كلر اللي هو الاورنج، طبعا الجوش بيكون بتاعها 14، وبعرف انا ما هستخدم كل كانولا لايه. الاورنج انا ما هستخدمها في حالة ان انا عايزة اعمل لارج فوليوم ريبليسمنت، محتاجة ان انا ادخل لارج فوليوم، دي طبعا اكبرهم. كل ما الجوج بيكبر كل ما السايز بتاع الكانولا بيكون اصغر. في الجراي اللي هي 16، دي بيكون فيها رابيد ترانسفيوجن للايه للبلاط، بعمل بيها بلاط ترانسفيوجن. في الجرين اللي هي 18، دي بعمل فيه اي في مينتيننس. في البينك بيكون الجوج 20، بدي بيها الانالجيسيا. في البلو اللي هي الموست كومن بتستخدم مع البيشنت، بيكون الجوج بتاع 22، دي بستخدمها للبيدياتريك والالدرلي وحالات البيشنتس اللي بياخدوا كيمو ثيرابي. في اليلو، اليلو والفايلت استخدامهم اكتر بيكون للاطفال، لان بيكون السايز بتاعهم اصغر، وزي ما قلنا الجوج بيكون اكبر، يبقى كل ما الجوج بيكون اكبر السايز بتاع الكانولا بيصغر. السايتس هي chosen for intravenous cannulation، بختار السايت للكانولا according to الانديكيشن اللي هعمل ليه الكانولا دي. لو انا هبقى في short term intravenous therapy محتاجة short term therapy، يعني مش هيكون لمدة طويلة، يعني هيكون مثلا few hours or few days. بركب فين الكانولا دي؟ طبعا بيكون الفين اللي هي في الباك اوف الهاند، او السوبرفيشال فين اوف الريست، او لور ارم. بس
long term intravenous therapy طبعا ده بيكون several days or weeks، ده بنستخدم فيه long cannula inserted في subclavian vein أو ال internal jugular vein. طبعا دي بتكون في منطقة النك. indication for peripheral venous cannulation، ليه بعمل cannulation بقى؟ ليه بركب كانولا للبيشنت؟ طبعا ان انا بعمل administration of intravenous fluids او ان انا بعمل administration of parenteral nutrition، يا اما بغذي المريض او بديله fluid او ان انا بعمله blood transfusion سواء للبلاد او للبلاد كومبوننت، او اني بعمل drug administration بدخل medication سواء بقى continuous or intermittent. كمان في حالة prophylactic use for procedures أو prophylactic use in unstable patients أو إني بعمل prepare the patient for surgery. وطبعا في حالات السي بي ار اللي هو الكارديو بالمونري ريسسكتيشن تالت بروسيجر معانا ال intravenous infusion therapy، إن أنا بدي ال patient ده ال infusion therapy ب ال veins an intravenous infusion in the introduction of prescribed sterile fluid into the blood circulation. يبقى تعريف ال intravenous infusion therapy ان انا بعمل introduction او بدخل administration prescribed sterile solution او fluid into the blood circulation، دخله مباشر مع ال blood circulation. ايه هي الانديكيشن من الانترافينوس انفيوجن ثيرابي؟ طبعا انا بدي اللي هو الفلويد والالكترولايت مينتيننس او ريستوريشن اند ريبليسمنت، انا يا بعمل مينتيننس او ريستوريشن او بعمل ريبليسمنت. ادمنستر ميديكيشن اند نيوتريشنال فيدنج، يا اما بدي ميديكيشن برضه او بغذي او بعمل بلاد ترانسفيوجن اور administer chemotherapy to cancer patient او ان انا بدي chemotherapy عن طريق ال IV infusion. كمان بعمل administer patient to control the analgesic، keep the vein open for quick access، بعمل replacement of severe fluid loss for patient who has severe hemorrhage burn dehydration by vomiting or diarrhea. يبقى انا بعمل مينتيننس بحافظ على نسبة السوائل الموجودة في الجسم، ان انا بدي انفيجن سيرب بديله الفلويد دي او ان انا بديله نيوتريشن او ان انا بعمل له ريبليسمنت في حالة لو هو حصل فلويد لوس. قلنا الفلويد لوس تحصل امتى؟ لو البيشنت عنده سيفير هيموريدج في نزيف او عنده بيرن اللي هو حرق، طبعا في حالة البيرن انا بدي بلازما، او حصل دهيدريشن في جفاف ناتج عن الفوميتنج اللي او الدياريه اللي هي الاسهال. الرول اوف نيرس بقى في الاي في سيرب او ريسبونسابيلتي اوف ذا نيرس اثناء ما بتدي الاي في سيرب. نمبر 1 تشيك ذا انفيوجن كونتينر فور اني ابوفوس كونتامينيشن، طبعا البوتل بتاعت الفلويد لازم تكون كلير فري اوف كونتامينيشن. ذا نيرس شود تشيك الكونتينر ده before infusion giving the administration of a prescribed fluid to the correct patient. طبعا دي تعتبر medication انا بدي للبيشنت، يبقى المفروض ان انا بطبق الرايت بتاعتي اثناء ما بدي medication. يبقى الرايت medication او الرايت drug له للcorrect patient او الرايت patient. observing whether the intravenous line remains patent، لازم انا اتاكد الاول ان الانتروفينوس لاين اللي انا هعمل بيه انفيوجن لازم أن يكون بيتنت. الفينت ان ادماتوس ليمز، طبعا انا لو الهاندز الارمز اور الليجز فيها اديما انا ببعد عن الليم اللي بيكون ادماتوس ده. The affected arm in mastectomy patients، طبعا في حالات الفيميل اللي بتكون عامله mastectomy عامله استئصال للثدي انا ببعد عن الارم بيكون near to mastectomy.
كمان الارم الخوص في ستيولا اور شانت بيشنتس، هو بيعمل هيموداياليسيس او بيغسل كلى، طبعا بيكون عنده في ستيولا ان هيز ارم او شانت. طبعا انا ببعد عن البيشنت او عن الارم ده. اريا اوف بريفوس فين بانكيتشر، لو هو الفين ده حصل فيه فين بانكيتشر انا طبعا ببعد عنه. also اللي هو اليوزد فينز اللي كمان بيكون مستخدم او متركب زي ما قلنا فيه كانولا، انا ببعد عن الفين ده. طيب انا ممكن يحصل كومبليكيشن مضاعفات اثناء الاي في ثيرابي طبعا، زي ايه؟ اول حاجة الهيماتومة. يعني ايه هيماتومة؟ collection of blood within body tissue، بيتكون البلد في البودي تيشو انسجة الجسم او الكافيتس due to rupture of a blood vessel او vein او artery or الكابيلر. طبعا اثناء ما انا بدخل او بعمل انزرشن للكانولا انا ممكن اعمل للبيشنت هيماتوما عن طريق ان انا بعمل اختراق للفين وارجع اعمل له اختراق تاني تحت السكن، فبالتالي بيحصل تسريب للبلد في الانسجه بتاعت الجسم او الكافيتي بتكون لي الهيماتوما. Another complication هو الانفلتريشن. الانفلتريشن هنا بيكون للفلويد اللي انا بدخلها للبيشن، يعني حصل تسريب للفلويد جوه تحت في الأنسجة فبالتالي عملت لي انفلتريشن للميديكيشن ده. طبعا ثرومبوفليبايتس حصل انفلاميشن في المنطقة اللي انا عاملة فيها انزرشن نتيجة تكون ثرومبوسز او جلطة عملت لي التهاب حواليها. اير امبوليزم، يعني ايه اير امبوليزم؟ انتري اوف اير انتو ذا سيركيليشن سيستم، يعني دخل اير اثناء وانا بنزل اي في انفيوجن دخل اير مع الفلويد دي. طبعا دي بتكون مي اوبستراكت للبلمونري ارتري وليد تو ديس. عشان امنع ده انا لازم اعمل برامنج للاي في لاين طبعا عشان اعمل ريموف للاير بيفور الادمنستريشن للفلويد. اخر حاجة الكاستر امبوليزم. كاستر امبوليزم يعني ده دخل جزء من الكاسترو نفسه، الكانولا نفسها حصل لها بروكن او تفتتت وحصل انتري لجزء منها في البلاد سيركيليشن. اخر بروسيجر معانا هنعرفه في الاي في بانكيتشر اللي هو بلاد ترانسفيوجن، نقل الدم. طبعا انا بعمل infusion of whole blood or blood component. ايه هي blood component؟ طبعا يا اما بلازما red blood cells او platelets into the patient venous circulation، بدخلها لل circulation على حسب طبعا ال condition of the patient. كمان في حالة prophylactic use before procedures او prophylactic use in unstable patients او اني بعمل prepare the patient for surgery. وطبعا في حالات السي بي ار اللي هو الكارديو بالمونري ريسسكتيشن الانديكيشن ليه بعمل blood transfusion. طبعا انا بدي red blood cells او بدي البلد عامة كامل في حالات الانيميا او سيفير بلاد لوس في حالات الهيموريج والميجور سيرجري such as الهارت سيرجري والاورجان ترانسبلانتيشن وفي حالات الكانسر سيرابي. وكمان بعمل سبورت البيشنت ويز بلاد ديس اوردر زي ما قلنا اللي هو ديكريز الكواجيليشن فاكتورز. في حالات طبعا التروما بعمل ريسسكتيشن للفيكتوم بس في البيشنت ده انا بنقله بلاد لان بيبقى عنده سيفير بلاد لوس. كير اند سرفايفل اوف بريماتشور انفانت، في حالات اللي هم الاطفال البريماتشور بيكونوا اتولدوا غير مكتملين. كمان بعمل
administer the patient controlled analgesic, keep the vein open for quick access, bowel replacement of severe fluid loss for patient who has severe hemorrhage, repair dehydration by vomiting or diarrhea. يبقى انا بعمل maintenance، بحافظ على نسبة السوائل الموجودة في الجسم، ان انا بدي infusion syrup بديله الفلويد دي، او ان انا بديله nutrition، او ان انا بعمله replacement في حالة لو هو حصل fluid loss. قلنا الفلويد loss تحصل امتى؟ لو البيشنت عنده severe hemorrhage في نزيف، او عنده burn اللي هو حرق. طبعا في حالة البيرن انا بدي بلازما، او حصل dehydration في جفاف ناتج عن الفوميتنج او الدياريه اللي هي الاسهال. طيب انا ممكن يحصل كومبليكيشن مضاعفات اثناء الاي في ثيرابي، طبعا زي ايه؟ اول حاجه الهيماتوما. يعني ايه هيماتوما؟ كولكشن اوف بلاد وزن بودي تيشو. بيتكون البلاد في البودي تيشو انسجه الجسم او الكافيتس due to rupture of a blood vessel او vein او artery or capillary. طبعا اثناء ما انا بدخل او بعمل انزرشن للكانولا، انا ممكن اعمل للبيشنت هيماتوما عن طريق ان انا بعمل اختراق للفين وارجع اعمل له اختراق تاني تحت السكن، فبالتالي بيحصل تسريب للبلاد في الانسجه بتاعت الجسم او الكافيتي بتكون لي الهيماتوما. event in edematous limbs. طبعا انا لو الهاندز الارمز اور الليجز فيها اديما، انا ببعد عن الليم اللي بيكون اديماتوس ده. the affected arm in mastectomy patients. طبعا في حالات الفيميل اللي بتكون عامله mastectomy، عامله استئصال للثدي، انا ببعد عن الارم بيكون near to mastectomy. كمان الارم اللي هو with fistula or shunt patients هو بيعمل. طيب السايتس هي chosen for intravenous cannulation. بختار السايت للكانولا according to الانديكيشن اللي هعمل ليه الكانولا دي. لو انا هبقى في شورت ترم intravenous therapy، محتاجة شورت ترم therapy، يعني مش هيكون لمدة طويلة، يعني هيكون مثلا في البلات والبلات كومبوننت كومباتيبلتي ليبل attached to البلات باك. طبعا كيس الدم لازم يكون عليه اللي هو نتيجة البلات او البلات كومبوننت كومباتيبلتي، ان هو متوافقة مع البيشنت بلاد. كيس الدم ده جايلي من دونر، لازم يكون فيه معمول له توافق كومباتيبلتي اللي هو التوافق، توافق مع البيشنت بلاد، ويكون كيس الدم ده مكتوب عليه البيانات دي. place the patient bag in a warm towel or place it under axillary area. طبعا انا لما باجي اعمل blood transfusion لازم بعمله warm الاول، بدفي البلاد ده قبل ما اعمله infusion. قلنا يا اما بدفيه في towel او ان انا بحطه تحت axillary of the patient. طيب ايه هي blood types؟ there are four blood types. في اربع انواع من فصائل الدم. طبعا في فصيلة الدم A او B او AB او O. every person has one of the above four blood types. طبعا كل شخص بيكون عنده فصيلة دم واحدة. in addition each person's blood is either بيكون يا اما ال Rh positive or Rh negative. يبقى كل patient عنده فصيلة دم واحدة، يا اما A يا اما B يا اما ال AB او ال O، لكن ال Rh هيختلف يا اما positive يا اما negative. ايه هي ال indication من ال intravenous infusion therapy؟ طبعا انا بديل اللي هو الفلويد والالكترولايت maintenance أو restoration and replacement. أنا بعمل maintenance أو restoration أو بعمل replacement.
administer medication and nutritional feeding، اما بدي medication برضه او مغذين، او بعمل blood transfusion or administer chemotherapy to cancer patient، او ان انا بدي chemotherapy عن طريق ال IV infusion. Another complication هو ال infiltration. infiltration هنا بيكون لل fluid اللي أنا بدخلها لل patient، يعني حصل تسريب لل fluid جوه تحت في الأنسجة، فبالتالي عملت لي infiltration لل medication ده. Thank you.